أنا نازحة من السوكي، يعني لما جينا نزحنا من السوكي كان في معاناة شديدة، وكان العطش في الطريق وما في موية جنبنا وكده، لكن وصلنا كسر الحمد لله في أمان وكده. حسي حاليا يعني في المخيم محتاجين للموية، الموية يعني ما متوفرة شديد، الزول يعني ما قادر لسه يتأقلم إنه لأنه بعين هو كان زمان عايش كيف وحاليا معيشته بقت كيف. المدارس برضو يعني الزول أثرت على نفسياتي يعني، وما أثرت على نفسياتي أنا بس، على جميع الطلاب. والله بحلم إني أنا حاليا أكمل الدراسة بتاعتي، لأن دراستي مهمة شديد، عشان أساعد أمي وأساعد أبوي وأساعد أخواني اللي لسه معايا يعني ماشيين في الطريق ده، لكن ده كله نفسي فيه.